تغيير حكومة، دعوة لانتخابات مبكرة، قانون انتخابي عادل، المحاصصة والأحزاب السياسية المسيطرة أدت إلى الغضب اللي موجود حاليا بالشارع لتغيير النظام. ثورة تشرين ما أعتقد راح تنتهي بأي طريقة غير بالمطالب اللي عندنا اللي هي ذكرتها سابقا، أولا تغيير حكومة، ثانيا دعوة لانتخابات مبكرة، ثالثا مفوضية مستقلة بالفعل، بالفعل مستقلة، وقانون انتخابي جيد، مو هذا القانون اللي حاليا ديسنوه اللي هم راح يرجع يفصل الكتل السياسية ويرجعهم المناصبهم ونرجع للمربع الأول مثل ما هم يقولون المربع الأول. ما تتحمل كامل المسؤولية، كامل المسؤولية مساعدة الأحزاب، طبعاً الأحزاب المدعومة من خارج الحدود، مع طبعاً هاي الأحزاب معروف انتماء المن ولا المن، تحاول تفشل الثورة بكافة خططها، تضع خطط على مو تفشل الثورة وتشوه صورة تشوه صورة المتظاهرين وتوجه صورة العالم الخارجي بأن هؤلاء مخربون قاموا بإدخال عناصر مدسوسة إلى المظاهرات. للمظاهرات من أجل إخماد هذه الثورة، لكن الثورة شعبية وطنية حرة كافة أطياف الشعب العراقي، واليوم كل الشعب العراقي كل الطوائف القوميات طلعوا يطالبون بحق ثورة تشرين لن تنخمد ولن تفنى ولن تتراجع، لأن انطينا شهداء وانطينا دم، وهؤلاء إذا ما لازم لازم ناخذ حق الشهداء. خرجنا ضد الحكومة، الحكومة الآن الحكومة فاسدة، المنظومة السياسية بأكملها فاسدة، من سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، حتى سلطة القضائية.
الأخطاء التي تحدث من قبل الداخلية أو وزارة الدفاع، فهم يتحملون ذلك المسؤولية لقتل المتظاهرين. الشعب واعي ومنتبه إلى هذا ما يريدون من أهداف دنيئة بهذا الشعب الذي صمد لهذه الفترة الكبيرة، ولا زال لحد الآن يطالب ويستمر بالتظاهرات بشكل كبير وأعداد هائلة، وإن شاء الله نبقى على هذا العهد حتى تحقيق المطالب التي أمغي إليها. طبعا احنا نطالب بإسقاط النظام لأن يعني شرع أساسي أو هدف أساسي لتحقيق المطلب الأول، وهو الذي قد يتيح إلى بقية الإصلاحات وتغيير الدستور وتغيير نظام البرلماني وتغيير مجالس المحافظات، كل ذلك نبغي إليه من خلال الاستمرارية بهذه المطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر القناة مالتكم على ضيافتنا ويا المتظاهرين اخواننا. بالنسبة يقولون الثورة راح تسقط ما تسقط، لا بالعكس، احنا نبقى لحين اسقاط الحكومة، لحين اسقاط الحكومة. لو نظل بعد شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة لحد مطالب المتظاهرين، ماكو اصلاحات، ماكو اي اصلاحات، الحكومه ما تسوي اصلاحات. تفقت المحافظات كلها باسقاط النظام، باسقاط النظام. الحكومه العراقيه طبعا من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهوريه والاحزاب هاي التافهه. الحكومة مهما تعمل مهما تسوي تبقى مطالبنا واضحة. مطالبنا تغيير العملية السياسية، تغيير جذري وشامل كامل. لا يمكن المساومة على دماء الشهداء وعلى أهداف الثورة. أهدافنا واضحة لتصل للجميع ولتصل الحكومة بما فيها رئيس الوزراء، خلي يعلم جيدا أهدافنا واضحة. لا محتاجين أنه نفاوض الحكومة وندز مندوبين عن الثوار والمنتفضين. أهدافنا واضحة وهي تغيير العملية السياسية، تغيير شامل كامل. ما بني على باطل فهو باطل، الاحتلال باطل، وما ترتب على الاحتلال فهو باطل، من عملية سياسية شاملة إلى دستور يكتب في زمن الاحتلال فهو باطل. والدستور أنا عندي يعني سويت فد إحصائية على الدستور، أنه وجدت أنه اللي عمره 32 سنة اللي هو مواليد 87 هذا لم يصوت على الدستور، يعني تقريبا يعني ما تعداده نسبته أو نسبة هذا 33% من الشباب لم يصوت على الدستور، وعليه يجب تغيير العملية السياسية تغيير جذري شامل كامل بما فيها كتابة دستور جديد وإعلان الجمهورية السابعة، جمهورية الشعب، جمهورية الشعب، جمهورية منتخبة من قبل الشعب، يترتب عليها عملية سياسية كاملة شاملة جديدة تخدم المواطن ولا تخدم الخارج. الشعب أهدافه واضحة ومطالبه واضحة، تغيير النظام، أنا ما أسمي تغيير النظام بل تغيير العملية السياسية برمتها زين، لأنه ذول سياسي الفشل وسياسي الصدفة لا يمكن أن يبنوا دولة،
زين المواطن وعى وعرف أهدافه ويريد وطن، يريد وطن، وطن بمعنى الكلمة، وطن به كرامة، وطن به تكافل اجتماعي، وطن به تكافؤ بالفرص، وطن حقيقي، وطن مؤسساتي لا يخدم الخارج ومصالح الخارج، لا شرقية ولا غربية، وطن عراقي نقي 100%. أقول للطبقة السياسية الفاشلة، سياسية الصدفة، إنكم جزء من المشكلة، بل أنتم مشكلة العراق، وأنا ألزمكم بما ألزمتم أنفسكم بأنكم خدام لهذا الشعب، والشعب استغنى عن خدماتكم، فارحلوا وكفى ودعونا نبني وطننا بأيدينا، ارحلوا عن مستقبلي ومستقبل أطفالي، ارحلوا وكفى. بكل طريقة يوم يطببون اعتقالات يعتقلون بالمتظاهرين انت يخوفون احنا ما نخاف وما نرجع يعني ايش تصور انت الحروب بس معلا الحروب اللي مرت على العراق العراق من بداية من تاريخ لحد هذا اليوم شهداء وحروب فالعراقي صار متمرس بالحروب اكثر كل دول يعني الشباب احنا احكي لك متمرسين بالحروب من اكثر كل دول العالم عبالك تخوفني طلقة انت يا ابو الاحزاب يا سليمان تخوفني طلقة من عندك العراق معروف العراق معروف بغيرته وباصله فنقول لهم احنا عراقيين 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 صلاة مو العراق التابع للاحزاب مو العراق المنتفع للاحزاب هذا ما يعتبر عراقي هذا عميل العراقيين حبيبي اللي دا يصير تنتهي الثوره ما تنتهي الثوره ذولا دا يوهمون الناس ودا يسوون هيك باعلام وما يريد يقللون من الثوره ومن التظاهرات بالعكس هي دا تصير رده فعل كل ما يحاول يقمع المظاهرات مو الا بالسلاح بالاعلام والمأجورين اللي مخليهم قناه العراقيه لك عيب عليك انت الدكاتره دا تطلعون ما خليتوا قيمه لا للشهاده ولا المنصب بي دا يحاولون يقللون من أهمية الثورة بالعكس احنا من نسمع هيجي يصير عندنا إصرار وردة فعل إذا أجي أنا من نسمع هيجي إذا أجي باليوم 7 ساعات من كلام ذولا يقولون ماكو شيء وأمان فتح الطرق ومدارس لا أبقى مصر وأبقى 24 ساعة يعني بس صرت أعرف معقولة هم أغبياء لهي الدرجة لو يتصورون احنا أغبياء أنت من تريد تعدل دستور أنا طالع عليك ما ذاق بيك انت عميل وحرامي انت شنو تعدل الدستور لك بابا انا طالع عليك انت شلون تعدل الدستور تعديل الدستور يصير تنزع هاي الحكومه كلها والاحزاب وتجي حكومه براده الشعب برادتنا احنا بعدين هم يعدلون الدستور انا شلون انا مو بس ما اثق بيك انت معتبرك مجرم بس اللي تحاميك الحاميك مو قانون لا ما عندنا قانون الحاميك الدبلوماسيه اللي انت الموجود بيها والله فحبيبي ما خلص الكلام
ثورة مستمرة. الحد مو تحقيق المطالب. اكو بعض اللي يحجون يقولون مطالب مشروعة. بابا شنو المطالب؟ مطالبنا المشروعة قالت الحكومة بس. ما نروح منا، كن على ثقة. وكل متظاهر موجود هنا، لسان حال كل متظاهر. يقول ارجع اختار القبر بيتي وما ارجع لبيتي خايف. الشغلة صارت شغلة كرامة. شغلة كرامة. خلي تصوروها هيك ياخذ بي. شغلة كرامة. ما نرجع للبيت الا بقالة الحكومة. بخصوص الشهداء اللي سقطوا بساحة التظاهر، اولا هاي الشهداء وهاي الدماء اللي سقطت لا يعتقدون اي احد انه راح تنتهي هذه الدماء او نسكت عنها. هذه الدماء هي كدماء الامام الحسين عليه السلام، سيكون ردها بدمائهم، دماء الحكومة بكل تفاصيلها وبكل مفاصلها، من رئيس الوزراء لقائد العام للقوات المسلحة اللي هو بدوره بشخصه هو عادل عبد المهدي، من بعده يجي لوزير الداخلية ويجي لوزير الدفاع، كذلك لبقية مدراء القوى الأمن الداخلي. أما بخصوص اللي الدماء فإحنا ما أعتقد راح نسكت، وإذا سكت الجمهور فكل شخص موجود عنده عشيرة راح يطالب بدمه. فهذا الموضوع هو ثار الشعب ضد الدولة الباطلة وضد الحكومة الباطلة. حكومة جت بالانتخابات حسب ما يقولون، ونسبة الانتخابات هي 20%، وهذه الانتخابات المفروض تكون ساخطة
لكن بلعبة حقيرة من بعض الدول المجاورة زين مثل إيران وغير إيران ثبتوا أقدام هذه الحكومة لأسباب على مود يقدرون يتحكمون بمفاصل الدولة. حاليا عادل عبد المهدي ما بيده شيء، كنا نعرف أنه عادل عبد المهدي هو توي عبارة عن لعبة يتحكم بها قاسم سليماني وغيره والأحزاب. كانت الإصلاحات قبل سقوط الدماء الشعب والشارع يتقبلها، حاليا بعد سقوط أكثر من 350 شهيد وأكثر من 15,000 جريح ما أعتقد بعد أنه الشعب يقبل بأي إصلاح. الإصلاح لازم يكون قبل سقوط الدماء. حاليا مطالب الجماهير ومطالب المتظاهرين، الجمهور بعد ما يريد أي إصلاح. الإصلاح لازم يكون بإسقاط النظام، مو إسقاط الدولة، إسقاط النظام وإسقاط الحكومة. الغاية من هذا الموضوع تغيير كل مفاصل النظام والدولة والحكومة، لأنه الفساد مستشر بيها. أما بخصوص أنه إحنا راح نبطل وما نطلع، ما أعتقد هذا الموضوع، لأنه هذا جمهور نايم بالشارع، درجة الحرارة 6 و5 والبرد قارص وهو نايم بنص الشارع، لأنه دا يطالب بحقه. اسم العراق واسم الدولة العراقية اللي لازم تكون هي دولة العدالة، لازم يتغير بها هذا النظام، وتكون الانتخاب لازم يكون مباشر لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وللمحافظين، بدون وجود لا مجلس محافظة ولا مجلس النواب. وحتى إن كان مجلس النواب فالانتخاب يجب أن يكون لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية انتخاب مباشر، مو انتخاب ضمن السياق البرلماني اللي هو التحزبي. ثانيا أنه موضوع الأحزاب، إحنا الأحزاب أعتقد انتهت بالعراق، ولاحظناها بخلال اللي صار بالعراق بهذه الفترة. كل مقرات الأحزاب تم حرقها وتم البراءة من عندها، لأنه الأحزاب صارت ما تمثل الشارع. اللي يمثل الشارع فقط اللي نازل هنا بالمظاهرات. احنا حاليا ما نريد بعد اي سياسي من 2003 لحد 2019، ما نريد دخول اي سياسي حتى وان كانت هناك انتخابات، وان كان مجلس نواب او برلماني، النظام برلماني ما نريد يكون اي شخصيه من 2003 ولا حد 2019 موجود ضمن الانتخابات. قانون الانتخاب اللي راح يصوتون عليه هو يقول انه 50% من الوجوه السابقه. احنا هاي ال50% ما حد راح يقبل بيها، ولازم يصدرون قانون انتخابات ضمن مطالب الجماهير والمظاهرات، لانه في حال تصوتوا على هيج قانون راح نرجع ونطلع مره ثانيه واحنا باقين لحين اسقاط الدوله والنظام.
الكرة إلى الخارج، وهذه نقطة التعادل. وافين بالنتيجة 3-3. نعم 3 الحلة. مرة أخرى